حياكم الله مشاهدي ومستمعي المدى، أنا حامد السيد وحييكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم ناس وحكومة. يوم غد يفترض أن يعقد مجلس النواب جلساته، لكن لحد دقائق أو قبل لحظات حقيقة تابعنا الأخبار وحاولنا أن نتصل بالسادة النواب أو بعض أعضاء مجلس النواب وقيادات الكتل السياسية، ما أشاروا بشكل واضح أن يوم غد راح يشهد جلسة لمجلس النواب منتظمة مثل ما شاهدها كل أسبوع على الأقل بشكل روتيني، ويعدون مجلس النواب في القاعة المعهودة اللي جايين شاهدهم من يمها أو كنا شاهدهم من يمها من خلالها. يبدو يقولون الأضرار جسيمة، واصل قيمة الأضرار إلى 180 مليون دينار عراقي، زين ما صار دولار، والجماعة إلى الآن يبحثون عن ترتيب المايكات والسماعات وأجهزة الصوت داخل القاعة، والموضوع متعلق يعني بحسب ما يقال ويثار من داخل أعضاء مجلس النواب متعلق بتهيئة القاعة للاجتماع حتى تستقبل أعضاء مجلس النواب ويجتمعون أعضاء مجلس النواب. وحتى لو يجتمعون يوم غد يعني راح يناقشون يا قانون، راح شو يعرضون أي قرار بالنهاية، شنو جدول أعمال يوم غد، راح يصوتون على إكمال حكومة التكنوقراط، راح يرفضون حكومة التكنوقراط، الوزراء اللي عينوهم أو صوتوا عليهم الخمسة وزراء من التكنوقراط شنو مصيرهم القانوني والدستوري أيضا أصبح بعد الأزمة اللي حصلت، عدم إكمال النصاف في الجلسة السابقة مما أدى إلى اقتحام مجلس النواب من قبل المتظاهرين. وأنتم تعرفون وإحنا نعرف أنه بحد ذاتها أزمة التكنوقراط هي مو محل اتفاق يعني بين القوى السياسية والقيادات، هي بحد ذاتها أيضا موضوع أزمة وأزمة متشابكة وأزمة عميقة. أطراف سياسية تعتقد أن التكنوقراط المطروح من السيد العبادي والمرشحين هم محل ثقة بالنهاية، وينبغي استبدالهم بشخصيات أخرى على الأقل تكون كفوءة ويكون لها تاريخ مشرف. وتدور شبهات حول بعض الأسماء الواردة في القائمة أو الظرف المغلق اللي يقدم السيد العبادي وتسرب إلى وسائل الصحافة، بعضها يعني تدور أو تلاحقه شبهة الانتماء للبعث، والبعض الآخر يقول ما حاسمين قضيته في المساءلة والعدالة، والبعض الآخر يعني أيضا يقول هذا منتمي لطرف سياسي فهو غير مستقل. طيب هو شنو الإصلاح؟ هو هل الإصلاح متعلق بتغيير الوزراء؟ هل هو جوهر الإصلاح التغيير الوزاري، تغيير الوكيل، تغيير المدير؟ شنو جوهر الإصلاح؟ تغيير مدير المدرسة هذا جوهر الإصلاح؟ تبليط الشارع، رفع الأنقاض من الشوارع هذا إصلاح؟ شنو الإصلاح بالنهاية؟ ما نعرفه يعني، لا السيد العبادي يشرح لنا الإصلاح ومعنى الإصلاح وكيف هي تفسير هذا المعنى المفردة الغامضة المبهمة، السيد الحكيم يرى الإصلاح من شكل، السيد علاوي يرى الإصلاح من شكل، السيد برزان يرى الإصلاح من شكل، كل القوى السياسية كل الكتل السياسية تفسر الإصلاح من معطيات خاصة بمعايير خاصة وتحدد أهداف وموضوعات لهذا الإصلاح. إنه برجعنا إلى انتقلنا من الإصلاح إلى أزمة التكنوقراط، السيد العبادي ما مهلنا الفرصة بعدين. هسه خلينا نكمل نعرف الإصلاح على الأقل نتفق عليه على مبادئ على شكله. عبرنا على التكنوقراط وسببت أن التكنوقراط هاي الكلمة اللي كانت غير معهودة وغير مألوفة بالنسبة للعراقيين ودخلتنا بأزمة عميقة كبيرة، حطمت لنا مجلس النواب، فلشت الكراسي في مجلس النواب، والرفعة بطالت المي وانضرب بها نائب آخر وانضرب بها رئيس مجلس الوزراء، والرفعة الأصوات والصراخ وتكسير وتحطيم النوبة متظاهرين داخل مجلس النواب سبب شنو؟ سبب حكومة التكنوقراط، لأن ما مررها مجلس النواب يقدر شنو هو التكنوقراط، منو هذا التكنوقراط؟ التكنوقراط ترشح الأحزاب السياسية، يرشح السيد العبادي، طيب منو يعينه؟ منو يتابع السي في مالته؟ شو وقت نقرأ السيرة الذاتية؟ ومن يقول هو قادر على إجراء الإصلاحات اللازمة؟ الإصلاح متعلق باستبدال الوزير يا جماعة، هم نرجع ونطرح الأسئلة، الوزير هذا اللي راح يجينا التكنوقراط ممكن أن يقدم الخدمة إلى الأهالي في بغداد من خلال استلام منصب أمانة بغداد؟ هذا الوزير اللي قادم ممكن أن يقدم الخدمة ويوفر بطاقة تموينية بشكل منتظم بشكل انسيابي للمواطنين من خلال استلام ملف التجارة؟ بإمكانه أن يتابع الفاسدين ويتعقبهم قانونيا ويسترجع الأموال المهربة إلى الخارج ويرجعها إلى خزينة الدولة ويعظم واردات الدولة ويحاسب الفاسدين ويقدمهم إلى العدالة بدون أي ضغط سياسي، بدون أن يتأثر بأي خطاب سياسي أو انتماء سياسي.
أعتقد هذا المهم بالنهاية، هو هذا اللي إحنا نتابعه وهذا اللي إحنا نبحث عنه، هذه المواصفات الحقيقية للتكنوقراط. التكنوقراط إذا يخاف، والتكنوقراط إذا يتردد من القوى السياسية ويخشى القوى السياسية، ما عندنا مصلحة بعدين، ما راح نحقق لا أهدافنا ولا راح تتحقق أحلامنا في التغيير الوزاري. طيب، مجلس النواب إلى الآن معطل، مجلس الوزراء 3 جلسات لم يعقد إلى اللحظة، يعني إلى اليوم ماكو بوادر انعقاد مجلس الوزراء، والسيد حيدر العبادي يدير وزارتين. يعني احنا سمعنا لحد البارحة او شاهدنا سوية السيد وزير الكهرباء والوزير الكهرباء الجديد يفتتحون معرض الكهرباء في بغداد. السيد وزير الكهرباء الجديد المصوت عليه ضمن كابينة التكنوقراط قص الشريط مالت الافتتاح، والسيد الوزير الاصيل القى الكلمه مال افتتاح معرض بغداد. ادري من الوزير اللي قص الشريط لو اللي تحدث وعبر عن كلمه افتتاحه وشكر للشركات الموجوده في معرض بغداد الكهربائي. يعني بالنهايه دوخه ومخبوطه الامور علينا وما نعرف النتائج، والوضع لا زال غامض ومعقد. هل هي فعلا ازمه اقتحام في البرلمان؟ هذا الفراغ اللي جاي نعيش لحظات اليوم مشاهدينا ومستمعينا، له هذه فسحة للكتل السياسية تبحث عن مصالحها من جديد وتهيكل هذه المصالح وتتهيئ لها على الأقل الوقت اللازم لتشكيل التحالفات. هذه الأسئلة المعقدة والكبيرة راح أطرحها على ضيوفي مشاهدينا ومستمعينا. باسمكم أرحب بالدكتور علي الرفيعي رئيس التحالف المدني العراقي. أهلا ومرحبا بك دكتور. شكرا، أهلا وسهلا. وأرحب أيضا بالأستاذ عبد فيصل السهلاني عضو الجمعية الوطنية السابق والسياسي العراقي المستقل. أهلا ومرحبا بك دكتور عبد فيصل. شكرا، ويسعدني أن ألتقي بك من خلال قناة المدى، القناة الهادفة. الله يسلمك. وشكرا لجمهورها أيضا اللي راح يرافقنا خلال هذا البرنامج. وايضا سعيد جدا اللقاء بالدكتور رفيعي، وان شاء الله نقدم شيء ان شاء الله ويسعد العراقيين. اسمحوا لي نتابع البدايه تقرير اعده زميلنا محمد صباح عن الاضرار في مجلس النواب، وهل فعلا الازمه داخل مجلس النواب متعلقه بالاضرار جراء اقتحام المجلس، ام هناك تحالفات وترتيبات سياسيه جديده ستنتقل الى مجلس النواب وستكون واجهه سياسيه في الاسبوع القادم؟ تفضلوا بالبقاء. قدر حجم الأضرار التي لحقت بالقاعة البرلمانية التي تنتظم فيها جلسات مجلس النواب ب180 مليون دينار جراء عملية اقتحام مبنى البرلمان من قبل المتظاهرين. وبحسب اللجنة البرلمانية المكلفة بجرد عمليات التخريب، فإن منظومة التسجيل الصوتي والمكسرات الصوتية وكاميرات المراقبة تم تعطيلها بشكل كامل. اللي سمعته أنا من أعضاء اللجنة، يعني أكثر من 100 ميكروفون اللي يحكي به النائب مكسر، والكاميرات كلها مكسرة حتى لا يثبت على هذا اللي يكسر، بعدين المكسرات اللي هي أيضا تسيطر على الصوت وغيرها مكسرة. فاللجنة يعني تقول بأقل من 200 مليون دينار. وأشرت اللجنة البرلمانية في تقاريرها الأولية إن لجنتي النزاهة والمالية ومكتب رئيس مجلس النواب ونائبيه من أكثر الأماكن تضررا بعد القاعة البرلمانية. اللجان الأكثر تضررا اللي سمعت بها من عندهم هي لجنة المالية ولجنة النزاهة أكثر شيء، وعدا غرف الرؤساء، يعني غرف الرؤساء الرئيس والنائب والنائب الآخر أيضا كسرت الأبواب، أبواب زجاجية تعرفوا. ويجري رئيس البرلمان حراكا سياسيا من أجل إقناع الكتل الكردستانية بالعودة والنواب المعتصمين للمشاركة في الجلسة التي يحضر لها من قبل هيئة رئاسة البرلمان. نعم، هناك حركة باتجاه الكتلة المحتصمة، أو هناك حركة باتجاه الحقيقة الكتلة الكردستانية لعودة هؤلاء إلى البرلمان، وباعتبار أن البرلمان أهم مؤسسة في البلد اللي من خلاله يمكن انتخاب الحكومة وانتخاب القوة القضائية، السلطة القضائية. وهناك الحقيقة أمل كبير أنه عودة الأعضاء من الكتلة الكردستانية، كتلة المحتصمين. كل المعطيات والمؤشرات تستبعد تمكن مجلس النواب من عقد جلسة خلال الأسبوع الجاري بعد انقسام الكتل البرلمانية إلى 6 كتل تتباين في مواقفها السياسية حيال عودة التئام البرلماني مجددا. من بغداد، محمد صباح، المدى. شكرا للزميل محمد صباح. يعني أبدأ من دكتور علي الرفيعي. دكتور، هي أزمة سياسية، مجلس النواب غير مهيئ لانعقاد الجلسة،
لو هم الكتل السياسية بالنهاية غير مهيئين للجلوس سوية داخل هذا البيت اللي كانوا يسموه بيت الشعب يعني. شكرا. قبل الإجابة على السؤال تفضلت به عن نعم. التقرير الذي ذكر، أنا أصور الرقم الذي ذكر على الخسارة الذي ترتبت على دخول المتظاهرين قاعة البرلمان وكسر هذا، أصور هذا الرقم يعني أنا شخصيا عندي تحفظ عليه كبير يعني، ما من معلومات مبالغ به مبالغ به الرقم هذا الرقم نعم. مبالغ به الحقيقة نعم. و يعني ما جماعة الذي دخلوا في القاعة ورأوا يعني نعم أكو حصلت حالات يعني بعض الأثاث كذا، لكنه يصل الرقم إلى 200 مليون كذا، أصور هذا الرقم مبالغ به، هذا رأيي يعني من نعم. خلال رأيي شنو؟ رأيي من خلال أشخاص الذي دخلوا على معرفة بهم وذكرون فعلا ما حصل يعني، وضخم هذه المسألة لأغراض يعني، ضخمت هذه المسألة، أنا ما علي بالسيد ينادم كونه نعم. الآن بالتقرير مال المدى لا، بس هي حملة شنت للطرف المقابل ماكو، للطرف الذي ضد المتظاهرين اتخذ فد بعد، الحملة الإعلامية اتخذت أبعاد الإساءة والإساءة للبرلمان نعم هي احنا لا طبعا بشكل عام من غير المقبول الاعتداء على أعضاء البرلمان، من غير مقبول حدوث الأضرار داخل بناية البرلمان، هذه جدا واضحة. أيضا حضرتك ذكرت ببداية التقرير أنه الجلسة لا يشترط يعني إذا القاعة الآن ما مهيئة نقعد في قاعة أخرى زين، في قاعة نقعد في قصر آخر مو إلا بالبرلمان، خير من الله خضراته نقعد يعني. خارج بغداد هذا الدستور يقول النظام الداخلي للبرلمان بالإمكان عقد جلسات البرلمان مو إلا بنفس القاعة، قاعات أخرى في بغداد وخارج بغداد ما في كل اعتراض على هذا الجانب، لكن المسألة هو الآن هذه الكتل السياسية احنا نقول الكتل السياسية المهيمنة على المشهد السياسي قد ينصرف مفهوم الكتل السياسية لكل الكتل السياسية الموجودة بالساحة العراقية، لا الكتل السياسية المتحكمة بالقرار السياسي لها أهداف من وراء هذا التعطيل يعني نعم. المفروض هم الكل يشعرون بالواجب الوطني، احنا الآن إذا تفضلت وذكرت أنه احنا أمام أزمة والأزمة قد تكون مستعصية، الحس الوطني النزعة الوطنية المفروض لهذه الكتل أن تتقي وتتقارب وتذهب نحو عقد جلسة مشتركة زين. هذه الجلسة مو فقط تضم كتل، أيضا بالإمكان النواب المعتصمين اللي الآن ذي شكلوا جبهة الإصلاح الشعبية زعلانين النواب المعتصمين ما يحضرون السياسة، ماكو زعل بالسياسة، بالإمكان التسويات السياسية لا تعرف الزعل ولا تعرف الأسود والأبيض، ما اليوم قالوا ما بالإمكان نعم بالإمكان هذا رأيهم ليه؟ زعلانين كلنا نزعل لكن نصالح بعد ذلك مو طيب. نعم. إذا أخوان وهذا نصالح، السعي المفروض مو إملاء شروط، الغرض من عقد الجلسة بعض الكتل تحاول أن تملي شروط على الآخرين وهذا قد يأخر الجلسة انعقاد الجلسة انعقاد الجلسة المفروض الآن المصلحة الوطنية تدعو الجميع كما ذكرت النفس الوطني يدعو الجميع إلى التقارب لغرض عقد جلسة لحل للتصويت. أنا أفهم من خلالك دكتور معنى نعم. معنى المصلحة الوطنية ومعنى نعم. الانسجام الوطني نعم. لكن اللي ما نفهمه حقيقة من الأطراف السياسية كيف تترجم هذا المعنى المصلحة الوطنية هذا المعنى معناه داخل هاي الأطراف السياسية. خلنا ننتقل للسؤال التالي، مو هي اللي تقوم وتقعد الأطراف السياسية تحكي بالوطنية هو مثل ما يتحدثون يوم كل هم يتكلمون عن الوطنية مثل ما هم كلهم يتحدثون اليوم عن الإصلاح وضرورة أن تكون الكتل السياسية مستقلة بالضبط. في اتخاذ قراراتها بالنهاية، وما نعرف هم نفسهم كتل سياسية وتكتلات. أستاذ عبد الفيصل السهلاني أنت عضو في الجمعية الوطنية السابق وأيضا الأنفاس السياسية حاضرة لديك أعتقد واضحة، زملائك كانوا أيضا هم الآن يعني يترأسون كتل سياسية كبيرة ويستأسدون على المشهد السياسي في العراق بالنهاية. أنا جاوبني بشكل واضح يعني تعطينا على الأقل ما تخفي هذه المزاجات السياسية وراء هذه المفاهيم الجديدة، مفهوم التكنوقراط، مفهوم الإصلاح، وين يردون يودون هذه الأطراف السياسية؟ أي معنى يقصدون من الإصلاح؟ أي معنى يقصدون من التكنوقراط؟ هذه المبادئ معقولة راسخة في مخيلتهم في وجدانهم ممكن أن تطبق في الحاضر يعني؟ أنا بداية أشكرك وزين ذكرت أنه أنا عضو بالجمعية الوطنية السابقة وإحنا قضينا كل فترة
بدون سماعات وبدون عدسات وبدون أي شيء من هذا النوع. بالجمعية. بالجمعية. وحسب رأي الناس جميعها هي سنة واحدة، سنة وقليلا، ولكنها أنتجت قوانين وقدمت خدمة للناس أكثر ما قدمتها هالفترات المتتالية، والتي يعني مهيئة لها ظروف أكثر ما هيئة للجمعية الوطنية مئات المرات، من حيث المصالح، من حيث البيئة الملائمة، من حيث الأجواء الملائمة، التبريد ومشاكل. احنا كنا نعقد جلسات، تعقد جلسات بدون كهرباء، ومع هذا قدمت الناس، فما يحتاج 200 مليون مثلا، يعني على سبيل المثال. هسه 200 مليون سهلة. سيارات عندكم مصفحة شانت وكذا؟ والله لم تكن لدينا سيارات، بالمناسبة احنا اشترينا سيارات. أنا ما أخذ سيارة لا من الحكومة ولا من حزب، ما أدري جزء آخرين ماخذين. لا، أثناء تأدية مهامكم كأعضاء في الجمعية السابقة. أبداً. ما عندكم لا حمايات شخصية. ولا لا، حمايات موجودة بس يعني هاي هسه القضايا اللي أسمحها ما كانت موجودة على المطلق يعني. وهي فترة ذاك الوقت فترة عصيبة. فترة يعني. عصيبة. عقد من هذا. لا دستور عندنا ولا أيضاً انتخابات. في كل لحظة أنت يعني معرض للانفجار، في كل لحظة معرض للاغتيال، ولكن أنجزنا وأنجزنا مهام لا بأس به. طيب. على كل حال هسه مرحلة ما نتحدث عنها بشكل بس أنا أرجع وأقول، وبنفس الوقت أنا يعني أوجه هذا حديثي للشعب العراقي، نحن نعيش أزمة، والأزمة السياسية بشكل مطلق. أقول بداية إحنا الفلسفة التي قامت عليها، ونتحدث مع الدكتور قبل لا ندخل، هي فلسفة غير صحيحة تسمى المكونات، وحطينا العراق على ثلاثة مناصب مثل ما يقولون، منصبة من الشيعة ومنصبة من السنة والآخر الكردية، وأصبحت أنتجت محاصصة، والمحاصصة أنتجت فسادا، والفسادا أنتج إرهابا وسفك دماء للشعب العراقي. هذه هي يعني بصورة سريعة ومبسطة الحالة. ماذا جرى خلال الفترة؟ أولا، خلال فترة نور المالكي أسقط هيبة مجلس النواب. مجلس النواب يسوي اجتماعات ويسوي قرارات، والمالكي مطيهم أذن الطرشة. النجيفي أسقط هيبة الحكومة أيضا، 24 ساعة الحكومة ونور المالكي، وكان الحكومة هي نور المالكي. هاي انتهت المرحلة. المرحلة الثانية هو الإعلام الأصفر الذي أسقط هيبة العملية السياسية، وأصبح السياسي مكروها من الشعب العراقي، طبعا إضافة إلى سلبياته. هذا الإعلام إذا لم يجد إلا بيئة معينة ما سمح الناس، بس هذه هيئت لكي تسقط هيبة العملية السياسية. أجينا أخيرا ودخلنا البرلمان بطريقة ما كلش صحيحة، ما كلش طيبة، رغم أنه الناس محتاجة لهذا الشيء، وأسقطنا هيبة الدولة. الآن لم تعد للدولة أي هيبة. أسقطنا أولا المؤسستين الرئيسيتين للعملية الديمقراطية، أسقطنا العملية السياسية، ثم أسقطنا هيبة الدولة. هذه هي الأزمة الآن اللي يعيشها العراق، وكما قلت لك بالبداية هذه قضية المحاصصة. الآن يتحدثون عن حكومة تكنوقراط، حقيقة لا يوجد لدى القيادات السياسية فهما أو إخلاصا لموضوع التكنوقراط، وإنما لديهم رغبة في حكومة تكنو أحزاب، نفس الأحزاب ونفس المكونات، تريد أن تنتج من جديد، تعيد نفسها من جديد من خلال عناصرها اللي موجودة تحت وراء الستار. زين. وعند ذاك هي تلتزم بما يقول رئيس الكتلة، بما يقول رئيس الحزب، والدليل على ذلك أنه أكثر الوزراء قدموا استقالاتهم لرؤساء الكتل، ولم يقدموها لرئيس مجلس الحكومة. كان فعلا. نعم صحيح. نحن في مرحلة انتقالية، فليكن أوكي، لا نقبل مثلا بقضية الديمقراطية أنه رئيس الحزب يبقى هو رئيس الحكومة، ولكن في المرحلة الانتقالية يمكن أن يتخلص الرئيس الحكومة من موقعه كرئيس حزب في آن واحد، أو يعني هو ينفذ برنامج هذا الحزب. نحن محتاجين إلى تنفيذ برامج وسطية لكل تخدم الناس، مو أنه برنامج ذلك الحزب الذي هو ينتمي إليه رئيس الوزراء. يعني باعتقادك سيد العبادي حدان متحزب؟ العبادي متحزب 100%، والعبادي وقرارات حزبية كانت يعني العبادي كرئيس مجلس وزراء، والأحزاب ووزراء الأحزاب هم ينفذون برامج، وللعلم الوزارات هي ضيعات لهؤلاء الوزراء، بما فيها مجلس الوزراء هو ضيعة. نعم، بما فيها مجلس الوزراء. وهذه القضية يعني متشعبة، ليس فقط في رئيس الوزراء والوزير
وش اسمه وكيل وزير والمدير العام، هاي قضية متشعبة بحيث أصبحت قضية شعبية، يعني مثل ما انه الطائفيه كانت طائفيه سياسيه الان اصبحت طائفيه اجتماعيه. بس اليوم احنا ما عندنا الجماعه، اليوم احنا ما عندنا استاذ عبد، يعني لا عندنا مجلس وزراء ولا عندنا مجلس نواب، الاثنين ما جايين عقدين ولا يكتمل نصافهم. نعم. احنا وين رايحين كمواطنين؟ من نطوج هنا احنا كمواطنين وانا اتحدث حقيقه بلغه الشارع. زين، يعني بلغه الشارع، ليس اللغه الشعبويه وانما اتحدث انطباع الشارع بلغه يعني مثل قيادات شارع، قريبه من قيادات الشارع، بدون تغيير، بدون تغيير حقيقي، ليس إصلاح. الإصلاح جربنا ويا سيد المالكي أنطى 100 يوم سنة 2013 أو 2011 ولم يجلت 100 يوم، وبعدين رجعت القضية، رجعت حليمة لعادتها القديمة. نعم. أما الآن فهاي الأوراق اللي يقدمها أخونا السيد العبادي بالحقيقة تجد اعتراض وتغيير كل ساعة عبر تليفونات متكررة من رؤساء الكتل، شيل هذا خلي هذا، جيب هذا، هذا ما راضين عليه. ولحد أن هم حتى ما وصلوا إلى الـ يعني الجماعات اللي هم مخلينهم أساساً تكنوقراط أو تكنو حزاب، ظلوا يعني بخلالات العبد. خلنا نتوقف عند هذه المنطقة بالنهاية. رغبة الأحزاب لا زالت تسيطر، أو رغبة الكتل السياسية لا زالت تسيطر على السيد العبادي، وبدون إزالتها لا يمكن هناك بدون أي إصلاح أو تغيير. دكتور علي رفيع، أنا أعتقد الدستور هو يعطي تخويل شبه مطلق لرئيس مجلس الوزراء بتأليف كابينة الوزارية وعرضها على البرلمان للتصويت، يعني حتى البعض أخذ مأخذ على تلك الصلاحيات لرئيس مجلس الوزراء ووصفه بالدكتاتوري وطالب بتعديل دستوري لتقليص وتحجيم تلك الصلاحيات. إيش ينتظر السيد العبادي؟ ليش ما يستخدمها إلى الآن ويفرض حكومة وفق قناعته ويقدمها للبرلمان؟ صوت عليها وصوت، ما صوت عليها بعدها حظ العبادي، إيش نسوي له؟ ليش المماطلة؟ يوم تكنوقراط ويوم يرجع إلى وثيقة الشرف، وبعدين ما نعرف إذا وثيقة الشرف والتكنوقراط ما مرة راح وين يودينا؟ لا، الدستور ذكرت انه اعطى الرئيس الوزراء صلاحيه مطلقه. أيه. هذا المألوف يعني في كل الحكومات في النظم الديمقراطيه، هو رئيس الوزراء يتقدم باسماء الوزراء ويستحصل على موافقه من خلال الهيئه التشريعيه البرلمان. نعم. يعني هذا شيء اعتيادي، لكن ما جرى، ما جرت عليه الاحزاب، احزاب السلطه، هو انه نظام المحاصصة والذي يتبع من دورتين برلمانية على أساس النقاط بحجة الاستحقاق الانتخابي. الاستحقاق الانتخابي لازم تكون إن دولة القانون هي أكثر، لديها أكثر المقاعد، وبالتالي جمعوها وقسموها لازم يكون عندهم 8 وزارات. القائمة الأخرى التي تليها لازم تكون عندها 6 وزارات، الأخرى لازم 4 وزارات. هذا شيء غير يتعارض أساسا مع مبدأ الديمقراطية، وتعارض مع أداء مجلس الوزراء. مجلس نعم. المفروض رئيس الوزراء يتقدم بالأسماء، نعم يتشاور، هذا صحيح بالنظم الديمقراطية، رئيس الوزراء يتشاور مع الأحزاب، مع الكتل الذي لديها أصوات عالية، هذا مطلوب، لكنه مسبقا أن نقول للرئيس الوزراء أنت ما لك حق، أنا لي 8 وزارات وإلي وزارات كما يطلقون عليها سيادية وأخرى غير سيادية، هذا التقسيم أنا الذي ما مدى أتقبله يعني. نعم. إيه فلان وزارة سيادية، لكن الوزارة التي تقدم الخدمات نعم. هاي ما يسموها سيادية، تقدم نعم. خدمات للمواطنين، هاي مو سيادية. ايه. فالتقسيمات يعني المهم نعم. أنه هذا عائق أمام رئيس الوزراء، بالتالي مو عنده دستور ما يستخدم هذه الحصانة، هذا الصلاحيات. هذا بسبب الوضع، بسبب الوضع الذي الاتفاق اللي بين الكتل. رئيس الوزراء مثل ما تفضل الأخ أستاذ فيض، رئيس الوزراء ابن حزب، ابن حزب الدعوة، ومتقيد ببرنامج حزب الدعوة، فاتفاقات بيناتهم هم. ما حصل هاي سنوات لا يكفي 13 سنة التجربة الذي واضحة بالنسبة لنا، هم يقعدون بيناتهم يتفقون. ليش صار أرد أسأل يعني المعتصمين، النواب المعتصمين قد البعض يطعن بنصفهم ثلاثة أرباعهم، لكن أكو آخرين ملوا من قيادات رؤساء الكتل مالتهم. أنا نائب، أنا إنسان، لازم رئيس الكتل يجي يوقف لي صوتوا بالبرلمان، ها كان الصورة واضحة أمام الناس. أنا احتفظ باستقلاليتي، أكو مشروع قانون إلي رأي بي، هم لا. حتى الرئيس يعني سليم الجبوري ركز هذه المسألة زين، يعني المشاريع القوانين لا تعرض على مجلس النواب نعم. إلا بعد أن يلتقي ويا رؤساء الكتل، هذا دخله بالبرنامج وذاك لا تدخله بالبرنامج، بهالشكل هذا. هذه ما موجود إلها أصل قانوني، هاي السالفة ما لها علاقة لا بالدستور ولا بالنظام الداخلي إطلاقا إطلاقا.
يعني الان رئيس الوزراء الان اجى رئيس الوزراء هاي قدم هاي تجربه خمس وزراء وافقوا عليه. نعم. ذول هو مو باتفاق الكتل. هاي الاسماء صار شيء تغير شيء من الواقع ابدا، لكن هم مصرين هاي انطوا خمس وزراء، لكنه القائمة الثانية الذي تقدم بها رئيس وزراء كانت ايضا بترشيحات من الاحزاب. زين، الاسابيع الماضيه فرزت لنا عينه من النواب اللي اعتصموا داخل مجلس النواب. نعم. انت باعتقادك بتصورك فعلا هذا صحوه ضمير، اكو وثبه نيابيه للاستقلال عن اراده الكتل السياسيه؟ لو هم ذولا مجرد محاوله سياسيه لتحطيم اراده سياسيه معينه، والدليل يعني هم اليوم معطلين البرلمان ويقولون باشر ما نحضر النهائي. الخليط هذا من المعتصمين، نواب خليط ولهم خلفيات مع احزاب سياسيه، هذا خليط موجود. أي. لكنه البعض منهم يمثل في رايي في تصوري صحوه مثل ما ذكرت. كافي انه انا اكون اما عبيد رئيس الكتله، كافي رئيس الكتله يقرر وانا اوافق او لا اوافق بناء على طلب من رئيس الكتله. موجودين اسماء نعرفهم مع يعني نحترمهم، سواء اعضاء البرلمان حضرتك كل العالم يعرفوه، اسماء ناس مستقلين وناس لهم سمعة طيبة، هؤلاء لا لم يرتضوا أن يكون إماعات بيد رئيس الكتلة، وبالتالي كان موقفهم مع المعتصمين. زين، هذا واضح، لا بي يعني بي نوع من الاستقلالية، أكو موجود. نعم. الاستقلالية في هذا التصرف بتشكيل كتلة، وإحنا مطلوبة من الأول للأسف الشديد مطلوبة، ينبغي أن تكون في الكتلة لها رأي آخر معارضة، ولا القوانين تمشي بالاتفاق؟ هذا ما ممكن. على طار الكتلة المعارضة، اليوم الكل يدعو إلى تشكيل كتلة معارضة نيابية وكتلة عابرة للقراء، سموه ناس سموه يعني كتلة عابرة للطائفية. هاي ترتبط بطبيعة النظام. أنا راح أسأل السيد عبد فيصل السهلاني أيضا عن إرادة تلك الكتل السياسية المعتصمة داخل مجلس النواب، هل فعلا هي مستقلة استقلال تام عن رغبات كتلها السياسية، متحركة أجندات سياسية ضد أطراف سياسية؟ احنا اللي لاحظناه في الجلسات او في الاعتصام يعني هناك صوت سياسي اكثر ما هو صوت يمثل إرادة النائب نفسه، يعني ما حضر مزاج المواطن في صوت النائب المعتصم، حضر صوت سياسي، لا أريد رئيس مجلس الوزراء ولا أريد رئيس مجلس النواب وينبغي تعطيل كذا مؤسسة وحل البرلمان. وانت وين تروح إذا حلينا البرلمان؟ والله أنا قد أختلف مع رأي الدكتور. نعم. في هذا الموضوع الإخوان النواب جميعهم هم نتاج عملية سياسية محاصصة، زين، ونسبة كبيرة منهم هم نتاج عملية فساد، أصلا فساد في الأصوات وفساد في نزاهة العملية الديمقراطية ونزاهة الانتخابات أصلا. فمع احترامي لهم سواء كانوا أبناء عوائل وطنيين أو مواطنين، أنا ما أتأمل منهم شيئا، وإلا نحن يعني مو نحن وإنما القوى الحية، القوى المدنية، القوى الوطنية تحركت منذ 2011، وساحة التحرير وساحة العشرين في النجف وساحة المبروب في البصرة تشهد، وساحة الحبوب بالناصري تشهد بذلك، ولكن مع الأسف هم ما تحنحنوا أصلا في هذا الاتجاه حتى كلمة ما فهم نتاج هذه المحاصصة. وإذا حاول منهم واحد اجت لكمة من الخارج وسكت، وانتم تعرفون هاي القصة قدامكم، قالوا بكى، قالوا تنحب، قالوا حزن. النتيجة هو خضع لقرار القائد، نعم، رئيس الكتلة. هذه يعني أنا ما أتوقع، أنا أعتقد الآن عندنا مجلس نواب وعندنا مجلس وزراء تابعين لعملية سياسية محاصصاتية فاسدة، وهنالك معارضة شارع، الشارع المتمثل بالقوى المدنية ليس غيرها، بالشخصيات المدنية، بالشخصيات الوطنية. أما ما جرى بالفترات الأخيرة فهو حقيقة هذا عمل من أجل خلط الأوراق. ايش تقصد يعني ما جرى بالفترات الاخيره؟ يعني انت تفهمني هسه ليش اني اروح افصل بهالامور هذه؟ نعم. انا اعتقد القوى المدنيه والقوى الاحتجاجيه والقيادات المدنيه والقيادات المدنيه منذ 2011 وهي تعمل وتكتب وتحتاج وتخرج للشوارع وتلاقي ما هو أسوأ من قوات السوات ومن قوات الشرطه ومن قوات الأمنية. بس صوتهم لا يكفي أستاذ عبيد. كانوا يشكلون ورقة ضغط على الحكومة. عددهم ونور المالي ما مشكلة. وينضربون بساع. نعم. ناس تجيهم نعم. بالبلايس. ولكنهم يجمع عليهم بالقامة. صحيح صحيح. هذه السلطة. هذه السلطة في كل عالم هي. زين. يحتاجون ناس تدعمهم. والحكومة الموجودة الآن لا تمثل ديمقراطية، تمثل سلطة. زين. وعليه يا أخي هؤلاء الناس المحتاجين دا يزداد عددهم، لذلك تحركت قوى أخرى لخط الأوراق. أما هم كل يوم يضيفون تراكما كميا للاحتجاج على ما يجري في العراق،
وإضافة إلى أخطاء السلطة. يعني الآن أنت عراقك ليس هناك عراقا الآن. لا. عراق ثلث منه محتل. زين. ثلث ثاني تحتل الميليشيات. زين. ثلث آخر فاسد. هذا العراق. وتقول أكو حكومة وتقول أكو عراق أصلاً وتقول أكو دولة. يعني عايشين بالصدفة إحنا دكتور. إحنا بالله العظيم عايشين بالصدفة. طبعاً عايشين بالصدفة. تفضل لي الآن من يملك الشارع في بغداد؟ أين الدولة في العراق؟ أين الدولة الحقيقية في العراق؟ أين الدولة في الموصل؟ أين الدولة في الرمادي؟ لماذا سمحنا بهذه القوى وهاي العناصر وهاي الوحوش أن تدخل إلى العراق وتدمر أبنائنا سواء كانت بالغربية أو بالمناطق الأخرى من العراق؟ أمس شنو شفت بالبصرة؟ أنت ماذا شفت أمس بالبصرة من مظاهرات؟ ماذا ترفع من أعلام؟ علم الإيراني. هل هو هذا العلم العراقي؟ هل أنت يعني مسيطر على البصرة؟ البصرة اللي هي ثالث مدينة أو ثاني مدينة بالعراق اللي هي ثروة العراق بها. ماذا يعني؟ هذا يعني إحنا ليس هنالك حكومة حقيقية مسيطرة على العراق بشكل كامل. يجيني وزير يقول أنا مثل ما قال الدكتور سيادية، أنت عضو مجلس وزراء لك الحق أن تناقش وتحتاج وترى في أي وزارة كانت. زين. ليس فقط وزارتك، سواء كانت وزير مجتمع مدني أو وزير دفاع، وزير خارجية أو وزير كهرباء، أنتم كلكم أعضاء مجلس. لذلك هذا الفهم ما موجود حتى عند هؤلاء، لا يملكون كفاءة. كفاءتهم وناسهم في كيفية أن يخلي أخوه مدير مكتبة ومدير ملفات الفساد. أكو وزارة الآن مو مدير المكتب هو أخو الوزير؟ نادرا. ولا نطيك نادرا. هاي واحد اثنين وزارة الثقافة يا محيط الجزائري. هاي قضية شادة جدا في هذا في هذا الوضع. أما غيرها لا، مدير مكتب الوزير واللي دخل ملفات الشركات هو أخو الوزير من أمه وأبوه أو نسيبه. دكتور علي الشاركة الإحباط. لا هاي أنا مو إحباط، هذا ليس إحباطا. بالعكس أنا متفائل. هذا كله مو إحباط. لا أنا متفائل. أكو شارع متحرك. نعم صار في الشارع هذا المتحرك خلل بالفترة الأخيرة، بس هذا حقيقة فترة زمنية ويرجع ويعود إلى نشاطه الحقيقي. دكتور علي شلون تحل الأمور؟ شلون وين رايحين إحنا بالنهاية؟ إحنا لازم نواصل. إحنا ماكو ملامح دولة. لا إحنا لازم نواصل حتى نجد، حتى نوضح الصورة هاي الضبابية، تظهر للشعب العراقي ملامح الدولة. منين نواصل؟ لا نواصل بالاحتجاجات، نواصل بالضغط، بكل الأساليب السلمية صوتك. والقانونية. لا يسمعون صوت. لا يضطرون أن يسمعون. يضطرون أن يسمعون، والصوت الآن وصل. الآن هاي الأزمة الأخيرة دي سميتها الاحتجاجات، العالم كله يتحدث بها، كل العالم، مجلس الأمن، الاتحاد الأوروبي، ده يعكس. أما رؤيتهم بشكل آخر تختلف عن رؤيتنا، لكن يعكس لك أكو واقع بالعراق، أكو مطالبات بالإصلاح، أكو حكومة ضعيفة ما تلبي تهتم بالقضية العمل الإصلاح. يعني هذه كلها الصوت وصل، مو كان محصور. هذه ولذلك يعني استمرار المدنيين بمطالبهم أدى إلى نتائج، الشارع الآن، شارع قبل 2011 وحتى بعد 2011 ما كان يتكلم عن المحاصصة. الآن صارت ثقافة عند الناس تعرف شنو المحاصصة وشنو أثرها على الدولة. أول ما يحكي يقول لك الدولة كلها محاصصة، هذا الإنسان البسيط العاد. هذه أدت نتائج، هذه نتائج إيجابية لحركة للحراك المدني، للقوة المدنية بالساحة. وبالتالي ينبغي أن نصل إلى الإصلاح. أما تقول لي إيش قد نسبة الإصلاح، المهم نخطو خطوات نحو الإصلاح، وبعكسه لا، الأمور تتعقد أكثر وهاي الضبابية تزداد في صورة الدولة. إحنا عندنا عينة من البغداديين حقيقة يقطعون الأمل أو يعانون من قطاع الأمل في الخروج من أزمة التكنوقراط. هم سموا حكومة التكنوقراط بأنها أزمة تلاحقهم في المشهد الحالي. تفضل بقى مشاهدين في تقرير صالح طيب. يبدو أن جدلية الأزمة التي تمر بها البلاد لم تنعكس على مجلس النواب وحسب، بل تعدد ذلك لتصيب مجلس الوزراء بالشلل أيضا بعد إخفاقه في عقد جلسته للمرة الثالثة لعدم اكتمال النصاب والإشكالية القائمة بين الوزراء المستقيلين والمقالين والمصوت عليهم داخل البرلمان، والذين لم يؤدوا القسم بسبب الأزمة السياسية التي أعقبت جلسة التصويت.
كل هذه المعطيات وإفرازاتها أثارت هاجس القلق لدى عدد من المواطنين الذين أكدوا أن الشارع العراقي هو وحده من سيدفع ثمن هذا التعطيل لمؤسسات الدولة. لا يسمح الوضع بتعطيل الحكومة يا أخي، احنا هسه جايين على أوضاع يعني الكهرباء، أوضاع الصيف القادم، ماذا تعمل الجماهير؟ ماذا يعمل المواطن؟ المواطن إذا معاملاته معطلة، عندهم معاملات شهداء ومعاملات مغدورين ومعاملات مهجرين، ماذا هذا التأخير؟ هذا التأخير يؤثر على المواطن تأثير مباشر. مجلس الوزراء وكذلك البرلمانيون نسوا أن هناك عراق أهم من خلافاتهم، فلا يهمهم سوى مصالحهم الذاتية، مصالحهم الفئوية الضيقة، ولا يهتمون إلى واقع العراق الذي يعيشه الآن، هذا الواقع الخطير الذي من الممكن أن يؤدي في اللحمة الوطنية إلى الصراع، وهذا ما نخشاه. ويفسر قانونيون أزمة عدم أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد بسبب تعطيل عمل السلطة التشريعية برؤية دستورية توضح أن المادة 79 التي تنص على ضرورة أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان، ولكن لم تحدد الفترة التي يجب على الوزير المصوت عليه داخل مجلس النواب أن يؤديها. المادة 79 من الدستور تنص على ضرورة تأدية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب النقطة الثانية، ولكن لم يحدد الفترة التي يجب على الوزير الذي تم المصادقة عليه في مجلس النواب في أي فترة يجب أن يؤديها، فلذلك يمكن أن يلتئم مجلس الوزراء بوزرائه الجدد فيما بعد، يمكن أن يؤدوا اليمين الدستوري عندما يلتئم مجلس النواب. المشكلة التي حصلت أن الوزراء الجدد والقدماء بعضهم لم يأتي، وعندما لم يأتي إذن لم يحصل النصاب. أزمة سياسية باتت تحمل أبعادا ورؤى قانونية يستبعد أكثر المتفائلين بإمكانية الخروج منها على الأقل خلال الأيام القادمة التي تنتظر ما ستؤول إليه المشاورات والنقاشات السياسية للخروج من مأزق الأزمة وتبعاتها الاقتصادية والأمنية. من بغداد، صالح الطيب، المدى. شكرا صالح الطيب على هذا التقرير. استاذ عبد فيصل، بالنهاية المواطن شفتوه في التقرير، مطالبة ترى ما متعلقة بإنهاء الخلاف السياسي، وأيضا يريد يورط نفسه في تحديد اتجاهاته ومواقفه. عندنا مواطن دي طالب يقول أنا اللي يهمني أنا أحصل على كهرباء في الصيف وعلى استمرار رواتبنا كموظفين عراقيين، ما أريد مجلس الوزراء يتعطل على مود تستمر لنا الخدمات وتتوفر لنا حقوقنا كمواطنين. بالنهاية مجلس الوزراء معطل، تعطيل أو عملية تعطيل مجلس الوزراء هذه عملية سياسية، لو سيد العبادي عاجز عن شمل هذا المجلس، يعني بالنهاية السيد العبادي حان وقت أن يستغني عن المنصب ونستبدله بشخص آخر، أم هناك يعني أطراف معقدة تحاول تعطيل هذا المجلس للانتقال إلى ظرف آخر؟ كيف تراكم المشهد أنت؟ بس عندي ملاحظة صغيرة أضيفها للمداخلة الأولى اللي صارت، وأقول لو استطاع مجلس النواب، وهي قضية صعبة، أن يرفع السطر الأول من جماعته ويخليهم بالوراء، القيادات تقصد قادة الكتل، عاد سميها انت ما شئت، هذول اللي يرفعون ايديهم والباقي عليه غصبا عليه يرفع ايده، لو ذول يستلم بالوراء انا اعتقد يتعدل وضع مجلس النواب، هم يفترون النواب هيك. هاي بعد لا هو يعني هذه فيها توري انه فيها توري دورهم يدي دور رؤساء الحكومه، هو التابع يبقى تابعا، يبقى تابعا، فهم يفتر يفون هيك راسه وش يسوي؟ لا ما يفتر بعد، لا بده استقلاليه، يعني خطوه للامام شويه تساعده شوي، تعطي قوه، تعطي معنويه اكثر، ثقه بنفسه انه فعلا يمثل الجمهور، ولا يحضر للقاعه اصلا، لا نعطي اجازه مفتوحه. المواطن يعني حتى اذا اخذناها من ناحيه يعني سياسيه او من نظره سياسيه بسيطه، المواطن ماذا يريد من الذين يتصدون للدوله، للسلطه او لقياده الدوله؟ هؤلاء الذين يتصدون والذين اعطوا 4 سنوات لنقول
كلفهم المواطن العراقي المجتمع العراقي بإدارة شؤونه اللي هي تمثل بالخدمات وكيفية توزيع الثروة بشكل صحيح وحماية ترابه وأرضه. صح. هذه هي الواجبات اللي مطروحة المناطة بالسياسيين. هسه ذول المجموعة السياسيين نجحوا يقدمون هؤلاء الناس أو لا 4 سنوات يشيلوهم. بس مع الأسف هذه عناصر المحاصصة، يعني مواصفات المحاصصة، ثم فلسفة المكونات، ثم دخلونا الإسلام السياسي الذي عرقل كل تطور. الإسلام الدين قادر على إسقاط دولة بس غير قادر على بناء دولة، وعندنا دليل على ذلك تونس. أنا دائما أقول تونس النهضة كانت تستطيع ولكنها تخلت لأنها غير قادرة على إدارة شؤون الدولة. العقيدة متى ما اقتربت من السلطة يدخل بها الفساد، فكل عقيدة تحترم نفسها عليها أن تبتعد عن السلطة. هذا منطق اجتماعي فلسفي معروف كل العالم. لذلك الأحزاب الأديان والعقائد التي مارست السلطة شابها كثير من التساؤلات. راح يزعلون عليك أصدقاء نضالكم ومعارضتكم الصدام. نعم هم هم مشكورين. لا هذا مشكورين وهم جدا ساهموا بشهداء وناس، بس هم عليهم أن يقدمون من هو يستطيع. زين. يعني أنا جاي من الهور يا أخي، فعلا لا أستطيع أن أدير شغلات معينة، إما يجري تأهيلي لهذه المسألة وأعطى فترة، وإما قضية أن أدمج بهذه أجهزة الدولة. نتائجها هذا، نتائجها فساد، نتائجها نحن الآن عندنا كل شيء بسبب هذه الممارسات حقيقة. نعم. ولكن إذا جرى تأهيلنا والله حلنا وسهلا بيك. المواطن يريد إنسانا ما علينا به شنو شكله. زين. حتى الناس الآن أكثر الناس بالمناطق الفقيرة يقول لك ليأتيني من هو، يهودي، صابئي، مسيحي، مسلم، شيعي سني، بس يقدم لي خدمات، بس يحافظ على ثروة البلد. نحن نسينا حزقين لما منع الملك من أن يعطيه 3 دنانير أو 4 دنانير لإجراء عملية في لندن. نعم. الآن إحنا نعطي ملايين والأرواح والنفوس الدم الذي يسفك هو نعم ب رقبة السياسيين، برقبتنا احنا السياسيين الذين نتصارع فقط. نعم. على الكرسي. طيب ونثبت فيه. فالمواطن يريد هذه يا سيدي. نعم. خلينا ننتقل اذا تسمح للدكتور علي. انا بس عندي ملاحظة. تفضل. انت ذكرت لي حول السيد رئيس وزراء حيدر العبادي. طيب. لما جاء حيدر العبادي جهتين فوضت حيدر العبادي على التغيير، المرجعية والجمهور. نعم. المتظاهرين. قلنا في احدى نحن فوضناك من اجل التغيير. زين. لن وبعدين كتبت ما فوضناك مطلقا وإنما جه التغيير، والحمد لله لا مطلقا ولا تغيير. والمرجعية قالت لقد بحت أصواتنا مع استبداله، مع شموله بالتغيير. لا أنا أفكر باستبدال العملية السياسية بمجملها. كل الوجوه. شنو أنا إذا أجيت وأنا أمثل جهة معينة؟ أنا نفس الشخص. ها. خلنا ننتقل للشق القانوني دكتور علي الرفيعي. يعني أنت متخصص في هذا وفقيه قانوني فيما يعني الآن وضع الحكومة قانونيا، 3 جلسات غير منعقدة إلى الآن لمجلس الوزراء ما اكتمل النصاب. نعم. ويدعو إلى جلسة رابعة وقد لا يكتمل النصاب. نعم. نبقى نباوع عليها نتفرج يعني. إيه بس قانونا يعني إذا 3 جلسات و4 جلسات يعني تقول إنه تنتهي لا هو إحنا تستقيل الحكومة. إيه يقول يعني. لا. آه. لا نظام لا الدستور ولا النظام الداخلي لمجلس الوزراء. زين. الحكومة مستمرة. الحكومة فقط. بالإمكان أن نسحب الثقة منها بدون قانون من ناحية عرفية يعني من ناحية طبعا من ناحية عرفية لما الحكومة ما راح تقدر تقعد معناها خلي تطلع نقول باي باي. هو هذا الموضوع. من ناحية ذكر الأستاذ فيصل، لكن من ناحية القانونية تجي ما نقدر إحنا الآن نطلع الحكومة إلا من خلال سحب الثقة، يعني الإجراء الدستوري القانوني لا نستطيع، يعني نستطيع سحب الثقة من وزير لوحده ونستطيع سحب الثقة من كل الوزارة بما فيهم رئيس وزراء. هذا نص عليه الدستور، إجراء دستوري قانوني يقوم بمجلس النواب. مجلس النواب معطل شلون بقى؟ إيه هاي ننتظر. لا مجلس النواب معطل ما راح يبقى معطل في تصوري، راح يصير جلسة، أما الجلسة راح تكون قانونية مدى قانونيتها. أكو اعتراض الآن، المعترضين قدموا دعوة حسب ما أعلن، قدموا دعوة الطعن أمام المحكمة الاتحادية. نعم. والناس الآن تطلع على قرار المحكمة الاتحادية لبيان أحقية هؤلاء في طلبهم في ادعائهم
لأنه يطعنون بشرعية سليم الجبوري لأنه تم إقالته من قبل المجلس النواب جلسة في حين ذكروا أنه كان الحضور 173 يعني نصاب متوفر. سليم الجبوري اعترض قال لا النصاب لم يكن متوفرا زين. كان 131 ليش خلاف هذه مسألة إثبات وقائع هذه المحكمة الاتحادية شو دائما تتأخر في الإفتاء أو في البت بالقضايا المصيرية تنتظر يعني تنتظر المحكمة الاتحادية طبعا كدعوة يعني مثل احنا الآن بعض الإخوان احنا مقدمين دعوة أمام المحكمة الاتحادية بالطعن بقانون الأحزاب ذكرنا مواد عديدة فأخذ الدعوة مالتنا أخذت مجراها وسألوا وجهوا كتاب إلى مجلس النواب قالوا يابا أشخاص معترضين على القانون الذي تشرعته شنو رأيكم جاء جواب مجلس النواب بعد وبعد ذلك بعد أخذ فترة شهر أو أكثر من نعم يعني هاي بعد اللي تدري الإجراءات اللي عندنا بالدولة وبعد ذلك يصير جلسة علنية للاستماع لوجه نظر مثل هذا الوقت هذا الوقت مهم يعني أنا وياك يعني الوقت عصيب محتاج شوية على الأقل نكسر هذا الوقت عصيب يعني المفروض المحكمة الاتحادية تسرع في إنهاء هذا الموضوع بإصدار قرار نشوف رأيها شنو في شرعية أو عدم شرعية انعقاد مجلس النواب تتأثر بقرارات سياسية المحكمة الاتحادية؟ والله شوف التأثير السياسي موجود لا يعني التأثير السياسي موجود لكن تقول لي هل قرارات المحكمة لا قرارات أنا إذا حضرتك تطلع سنويا من شكلة المحكمة الاتحادية إلى الآن أكو تقرير سنوي يصدر عن كل قراراته نعم. العديد من قرارات المحكمة الاتحادية كان ضد مصلحة الحكومة حكومة السيد المالكي دائما كان يعني إذا تتذكرون الجلسة البرلمانية الذي بوقتها ترأس رئيس الجمهورية الحالي مع الجلسة المفتوحة نعم مهد الحافظ تقصد لا 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 البرلمان السابق البرلمان السابق الذي ترأس أكبر الأعضاء سنة كان الرئيس الحالي عدنان الجنابي تقصد لا لا البرلمان السابق مو هاي الجلسة البرلمان السابق مهد الحافظ رئيس أكبر سنة لا 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 الدورة السابقة دكتور فؤاد معصوم كان رئيس جلسة وقعد في أول جلسة وقال نأجلها لغرض الكتل أن تتشاور تبقى الجلسة رحنا طعنا يعني المدنيين طعنوا أمام المحكمة الاتحادية وصدر قرار من المحكمة الاتحادية أنه غير قانوني هذا وينبغي عقد جلسة وأعلن خلال أسبوعين تم عقد جلسة وتم اختيار هيئة لرئاسة البرلمان فقرارات عديدة من المحكمة الاتحادية صدرت ضد مصلحة قرار أيضا ضد سليم الجبوري أيضا الرئيس الحالي يعني أكو طلبات إذا تسمح لي أسترسل شوية توضيح طلبات لأنه يجب البت بصحة عضوية كل نائب خلال مدة 30 يوم أكو تعرف القانون استبداء الأعضاء ينطر رؤساء الكتل أنه يرشح واحد صعد نائب إذا عدى 100 صوت والآخر عدى 10,000 صوت كيف رئيس الكتلة هذا قانون أعرج قانون هذا نظام الحالي تقصد قانون استبدال قانون استبدال أعضاء مجلس النواب هاي نقضت المحكمة الاتحادية كيف نقضت اعترضوا بعض الأشخاص قدموا وقالوا يابا احنا عندنا أصوات أكثر من فلان النائب نعم نعم رفضها مجلس النواب زين راح اعترض أمام المحكمة الاتحادية صدرت المحكمة الاتحادية قرار قالت يصعد نائب من هو أعلى الأصوات في القائمة جيد خلينا نتابع وضع الحكومة على لسان الحكومة الحكومة كيف تنظر لوضعها بالنهاية ويبدو هي تقول طبعا ومطمئنة أن وضعها سليم وهي تمارس عملها بانسيابية كاملة تفضل البقاء وتمارس الحكومة عملها بشكل طبيعي وفق الدستور والنظام الداخلي لمجلس الوزراء وأن ما يتم تداوله من أنباء خلاف ذلك من أنه في حال عدم انعقاد مجلس الوزراء لثلاث جلسات يعتبر المجلس منحلا فهذا أمر لا وجود له لا في الدستور ولا في النظام الداخلي لمجلس الوزراء وهذه الأنباء عارية عن الصحة تماما أستاذ عبد الفيصل السهلاني كيف تعلق على هذا الظهور بهذه الكاريزما لأول مرة المتحدث باسم السيد حيدر العبادي يظهر وخلف لافتة المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ويظهر بخطاب متلفز أمام الشعب العراقي ويقول أن وضع الحكومة مطمئن أو مطمئن وتسير أو تساير عملها بشكل مستمر يعني
كيف تفهم يعني انطباعات هذا الخطاب بالنهاية أو ملامح هذا الخطاب؟ هو هذا السؤال ينطرح لما كانت الحكومة تمشي بشكل طبيعي، ليش ما طلع السيد الناطق باسم مجلس الوزراء ويتحدث بهذه اللغة؟ يعني هنالك مشكلة، هنالك أزمة، ومثل ما قال الدكتور لربما قانونيا ماشي، يعني ما أعرف هاي القصة بشكل مضبوط، ولكن هنالك يعني أعراف. يا أخي الناس ما رايدة هذا مجلس الوزراء، هذا مجلس الوزراء مدى يلتئم، هذا مجلس الوزراء مدى يؤدي واجباته. نعم. مثل ما التقرير تفضلتوا بالبداية، وزيرين واحد يقص وواحد يلقي كلمة. شنو هاللعبة هاي؟ وزارتك ما هي المهزلة هذه بالتاريخ العراقي؟ زين من يوزع، من ينطي المقاولات؟ ما أعرف ياها من يومي يوقع على المقاولات. أبو المقص لو أبو الكلمة. أبو المقص لو أبو الخطاب. من هو الذي يخضع لرئيس كتلته، هذا ولا ذاك؟ هل راح يصير صراع كتل؟ مو أبو القنفة، مو أبو القنفة. مع الأسف يعني حقيقة هو يعني هذا المضحك المضحك. إحنا قضية القنفة خاف راح يصير تكتل سياسي قادم. إحنا كسياسيين يعني مع الأسف نشعر بإحباط شديد جدا بسبب فشل هذه المجموعة من أن تدير شؤون بلدنا. بلدنا الآن مواطننا، مريضنا، طفلنا، مدارسنا، مستشفياتنا كلها تعاني. أنت هسه أي واحد من هاي المواطنين يروح يقضي له معاملة، هل يستطيع أن يقضي معاملة بيوم واحد؟ لا مستحيل. وهل يستطيع أن يقضيها بدون أن يكون له عرف؟ مستحيل. وإذا ما كان له عرف يلقي له واحد برا يقول له أستاذ أنت ليش جاي؟ عمي ليش جاي أنت؟ ظل ببيتك، اعطيني ورقة أنا أجيب لك إياها للبيت. نعم. ورقة إجازة السياقة والجواز السفر والجنسية وشهادة جنسية. أين وصلنا؟ لا نتحدث عن مشاريع كبرى، لا نتحدث عن موقع العراق في الإنسانية، في الأدب وفي الفن وفي التاريخ وفي إحنا نسينا قضية مهمة جدا وهي هي التدخلات الخارجية أيضا. نعم إحنا نتحدث عنها بس ما نمل من الحديث عنها لأنها موجودة فعلا في كل محور من محاور حياة الكتل السياسية المتصدية للعملية السياسية حاليا. احنا وقتنا انتهى دكتور او استاذ عبد الفيصل السهلاني عضو الجمعية الوطنية السابق، شكرا لحضورك الاستوديو الناس والحكومة. شكراً. يعني عندي اقل من دقيقة حقيقة دكتور علي الرفيعي، المرجعية تحتاجون تدخلها في مثل هيك وقت يعني وقت عصيب؟ والله احنا الوقت العصيب المفروض كل الاصوات الوطنية يكون لها دور، ومن ضمنها طبعا المرجعية الذي لها تأثيرها على المواطنين. نعم. لها نفوذها على المواطنين. مدعوين كل عراقي وطني مخلص مدعو لأنه نتغلب على هذه الأزمة وننهي نظام المحاصصة، الذي المحاصصة هي أم الفساد. المحاصصة هي أم الفساد. انتهى الوقت. حيب المرجعية. لكن هي تدخلت في البداية وعليها أن تخرج الناس من هذه الأزمة. يعني تؤمن باللي شبكنا يخلصنا يعني؟ أنا ما نعم. بس أيضا أنا ما أقبل أن المرجعية تدخل بالشأن السياسي عظيم. نعم. تبقى هي راعية. نعم. تبقى أب الأكبر. نعم. ولكنها تدخلت. واضح. وعليها أن تخرجنا من هذه الأزمة اللي موجود بها. وضحت. أستاذ عبد الفيصل سهلاني عضو الجمعية الوطنية السابق، شكرا لحضورك الأستاذ ناس الحكومة مرة أخرى. دكتور علي الرفيعي رئيس التحالف المدني العراقي، شكرا لحضورك. شكرا لكم. شكرا لكم مشاهدي مستمعي المدى على حسن المتابعة والإصغاء. تقبلوا تحياتي أنا في الإعداد والتقديم حامل سيد، وتحيات فريق العمل. ألتقيكم غدا بإذن الله تعالى إن بقينا وبقية الحياة. في أمان الله.